نرحب بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج أضواء على الإعلام الإسرائيلي. القناة الثانية الإسرائيلية توضح أهمية الصادرات العسكرية للاقتصاد وتعزيز العلاقات الدبلوماسية، وفي هذه الحلقة سنستعرض أهم ما ورد في التقرير السنوي للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية. القضاء العسكري والمدني في إسرائيل ذراع للاحتلال، ويلعب دورا هاما في إخفاء جرائم الإعدام التي ينفذها جنوده. الزميلة ميساء الأحمد تستعرض لنا معلومات جديدة نشرت في إسرائيل حول هذا الملف. جيش الاحتلال أخضع فقط 4 جنود قتلوا فلسطينيين من أصل 114 جريمة قتل ارتكبها جنود بحق فلسطينيين خلال السنوات 7 الأخيرة. هذه المعطيات بحسب مصادر إسرائيلية لا تشمل عشرات الشهداء الذين برر جيش الاحتلال قتلهم خلال السنوات الماضية بحجة نيتهم تنفيذ عمليات، ولم يشكلوا خطرا على جنود الاحتلال ومستوطنيه، ولم يحملوا أي سلاح، بالتالي فقد كان بالإمكان التعامل معهم بوسائل أخرى غير القتل. والرابط بين الجنود الذين أخضعوا للمحاكمة من بين 114 حالة هو وجود تسجيلات وثقت جرائم الإعدام وصدور أحكام مخففة جدا بحق القتلة. فقد كانت قضية الشهيد سمير عوض إحدى هذه القضايا، إضافة لجريمة إعدام الفتى نديم نوارة قرب بيتونيا خلال تظاهرة سلمية، حيث تم اتهام الجندي بندرعي بالإهمال المسبب للموت. أما الجريمة الثالثة فقد كانت إعدام الشاب محمد كسبة، وارتكبها إسرائيل شومر قائد منطقة الرام في جيش الاحتلال، الذي طارد كسبة وأطلق 3 رصاصات على رأسه. وقد برر الضابط جريمته بالقول إنما حدث خطأ مهني وقد تم ترقيته لاحقا. الجريمة الرابعة التي أحيل القاتل فيها إلى المحاكمة كانت إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل، حيث أطلق الجندي لأور عزاريا الرصاص على رأسه بعد 17 دقيقة من إصابته وبعد أن فقد قدرته على الحركة ولم يعد يشكل أي خطر على الجنود. وقد صدر حكم قضائي مخفف بحق الجندي القاتل قبل أن يتم تخفيض ثلث العقوبة. الزميلة ناردين تستعرض لنا بعضا من تقرير مركز مدار الاستراتيجي للعام 2018 الذي يرصد التطورات في إسرائيل خلال العام المنصرم. خلص تقرير مدار الاستراتيجي للعام 2017 إلى أن تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية يشكل لحظة فارقة لإسرائيل وليمينها الاستيطاني، تتميز بالاندفاع المحموم نحو إنهاء حل الدولتين وفرض منطق سياسي جديد يتلخص بأن الحقائق الاستيطانية على الأرض هي الحل، وأن بقاء المستوطنات هو مرجعية أي عملية سياسية بدلا من أن تكون إزالتها بندا على طاولة التفاوض، وأن بقاء المستوطنات هو مرجعية أي عملية سياسية بدلا من أن تكون إزالتها بندا على طاولة التفاوض. وبهذا انتقلت إسرائيل في فترة ترامب من الحديث عن عدم وجود شريك إلى سلوك يقول بعدم الحاجة إلى وجود شريك. ونبه التقرير الذي يغطي تغيرات المشهد الإسرائيلي على امتداد العام 2017 إلى أن ما يعطي التغير في أمريكا معنى استراتيجيا إضافيا ليس دعم ترامب غير المشروط لإسرائيل، بل تركيبة الإدارة الجديدة التي أحاط ترامب نفسه بها والتي تنطلق في دعمها وتعاملها مع إسرائيل والقضية الفلسطينية من تصورات أيديولوجية تخلط الرؤية الدينية الغيبية بالسياسة، الأمر الذي عبر عنه الاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وقرار نقل السفارة إليها.
وأوضح التقرير أن تمكن اليمين وتغيير النخب في إسرائيل يتزامن مع استتباب أمني ومع ثمن دولي منخفض لاستمرار الاحتلال ومبيقاته في ظل ثبات اقتصادي مقابل استقطاب حاد في العالم العربي وانشغال الدول المجاورة بقضاياها الداخلية، ما يشجع مساعي حسم الصراع وفق رؤية اليمين، وما يفسر تصعيد خطاب الضم وفرض السيادة سياسيا، وشن هجمة تشريعية غير مسبوقة تغسل الضم الزاحف وتدعمه وتهيئ للمزيد منه، إلى جانب محاولة ترسيخ الحديث عن وجود صيغ مختلفة للدولة الفلسطينية الممكنة غير الصورة التقليدية السيادية للدولة. وتناول التقرير انعكاس التغير الأمريكي على الأجواء الداخلية والحزبية، حيث قام مركز حزب الليكود وفي خطوة غير مسبوقة وبالإجماع باتخاذ قرار يلزم أعضاء الحزب السعي من أجل السماح ببناء حر وتطبيق قوانين إسرائيل وسيادتها على كل مناطق الاستيطان المحررة في يهودا والسامرة. وتوقع تقرير مدار أن يكون هناك تسرع في المخاطر التي تواجهها حكومة نتنياهو بسبب قضايا الفساد المتراكمة، من الخطوات التشريعية والعملية الهادفة إلى ضم كتل استيطانية وإعادة ترسيم حدود القدس وقطع الطريق المستقبلي أمام حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية. وأضاف التقرير قد يؤدي سقوط نتنياهو إلى ظهور لاعبين جدد في المشهد السياسي الحزبي من خلال تشكيل حزب جديد أو حتى أحزاب جديدة، ومن الشخصيات المرشحة للبروز في المرحلة الحزبية المقبلة وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق موشي يعلون ورئيس هيئة الأركان العامة السابق جاباي أشكنازي، إضافة إلى الحديث عن فرص تشكيل تحالف بين رئيس حزب يوجد مستقبل يائير لابيد ووزير المالية الحالي موشي كحلون. بمناسبة اقتراب الذكرى 70 لإنشاء إسرائيل، بثت القناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي سلسلة تقارير تحمل عنوان صنع في إسرائيل. في الحلقة الأولى حاول معلق الشؤون العسكرية نيري دفوري الإجابة عن تساؤل كيف غيرت إسرائيل وجه حروب العالم، ويلقي التقرير الضوء على أهمية تصدير السلاح في إقامة العلاقات الدبلوماسية مع دول لا تعترف بإسرائيل. وطبقا للتقرير فإن إسرائيل باتت دولة عظمى من ناحية الصناعات الأمنية والعسكرية باعتبارها تنتج وتصدر سلاحا وتكنولوجيا متقدمة تبلغ قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار سنويا إلى 60 دولة، وهذا ما يحولها لواحدة من بين أكبر 10 دول تصدر السلاح في العالم. وعن أهمية التصدير العسكري في مجال توثيق إسرائيل لعلاقاتها مع دول العالم، لفتت القناة إلى أن الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية هي من بدأت العلاقات مع الهنود قبل الاعتراف الرسمي الهندي بإسرائيل. وتختم القناة تقريرها بالكشف عن وجود مئات من شركات التصنيع العسكري والأمني في إسرائيل تشغل أكثر من 140,000 عامل. والآن إلى سلسلة التقارير التي جاءت تحت عنوان صنع في إسرائيل، ونتوجه لمراسلنا بالسؤال: كيف تحولت إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال التصدير في القطاع الأمني وبات يقصدها الخبراء من كل أنحاء العالم؟ كين داني إسرائيل معظمة بدخونية. نعم يا داني، إسرائيل دولة عظمى من الناحية الأمنية، بوصفها تنتج وتصدر سلاحا وتكنولوجيا متقدمة تبلغ قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار سنويا إلى 60 دولة، وهذا ما يحولها لواحدة من بين أكبر 10 دول تصدر السلاح في العالم. عدد من منظومات السلاح التي جرى تطويرها هنا أدخلت تغييرات على وجه الحروب مع مرور السنوات. إحداها منظومة
طائرات الدفاع متعددة الطبقات المضادة للصواريخ والقذائف، وهي صاروخ حتس ومقلاع داوود والقبة الحديدية المعروفة. إسرائيل كانت الدولة الأولى بالعالم التي طورت طائرات بدون طيار وأيضا أقمارا صناعية نوعية، وليس بالإمكان الحديث عن غالبية ما تم تطويره من سلاح. ولكن خلال السنوات السبعين الأخيرة تحولت شركات التصنيع الأمني والعسكري الإسرائيلي إلى بؤرة معروفة عالميا. الجميع يأتي للشراء والتعلم من الخبرات التي تراكمت هنا. إليكم التقرير. هنا كتبه Israel's Iron Dome. Israel's missile defense system known as Iron Dome. मिसाइल का निर्माण भारत और इजराइल ने मिलकर किया है. इजराइल कहते ही इनोवेशन टेक्नोलॉजी. The Heron is a high-tech piece of Australian surveillance equipment. A great bird with a great weapon gives you the most advantage. Cutting-edge hard kill active protection systems for heavy military vehicles. We are here to do nothing but learn and train. Al revés, derecho arriba, izquierda abajo. A los dos arriba ahora. في مهبط صغير في شمال البلاد تتعلم مجموعة من الجنود الأرجنتينيين إلى دفع طائرة بدون طيار للإقلاع. الآن نحن نبدأ المهمة، اجعلها تحلق على بعد 1000 قدم. دورة قصيرة ثم يعودون إلى وطنهم ومعهم طائرات بدون طيار، وهنا ستساعدهم المعدات الإسرائيلية بتعقب مسارات تهريب المخدرات. العلاقات بين إسرائيل والأرجنتين ليست أمرا جديدا، إنها علاقة وثيقة تمتد لسنوات. منذ شهر ونحن نحاول الوصول إلى إسرائيل، ليس بسبب البحث عن عتاد وتكنولوجيا، وإنما لإدامة العلاقات بين الدولتين. ولكن ما الذي يدفعهم لتخطي قارات وبحار للوصول إلى إسرائيل؟ نحن في الواقع نملك الخبرة الأكبر في العالم في مجال تشغيل الطائرات بدون طيار، ولدينا طائرات من كل الأحجام بدءا من تلك التي تزن عدة كيلوغرامات وحتى الطائرات بدون طيار الكبرى التي تزن أكثر من 5 أطنان. طائرات هارون غير المأهولة ربما هي أكبر قصة نجاح لدينا في أفغانستان. على مدار سنوات كانت الطائرات بدون طيار غير المسلحة تدعم وتحافظ على حياة الجنود الأستراليين في ميدان القتال. أبي بيلسر رئيس قسم تسويق طائرات الاستسلاسمي في الصناعات الجوية، منظوماتنا تعمل تقريبا في كل القارات سواء كان في إفريقيا أو آسيا أو أوقيانوسيا أو جنوب أمريكا وطبعا أوروبا. إنها علامة تجارية رائدة مكونة من الكلمات التالية: إسرائيل وأمن. وهذه السلعة مطلوبة جدا في كل العالم، حيث تصدر إسرائيل أكثر من 7 مليارات دولار سنويا. وتحولت إسرائيل الدولة الصغيرة في الشرق الأوسط إلى مكان للحج، وصارت واحدة من بين الدول 10 الأولى في مجال تصدير السلاح في العالم، وتبيع لأكثر من 60 دولة في العالم. كذلك مخرت ليותר من 60 مدينة على الجلوبوس. إمبيريا. سوق مفتوح لإسرائيل. الحاجة والمعلوماتية لدولة إسرائيل الصغيرة التي تفتقر لعمق استراتيجي يعتبر أمرا ملحا وعاجلا يرافقه شعور جنوني وشك حقيقي يفرض عليك أن تقدم الاستجابة بسرعة. هكذا بدأت الرحلة.
دائما صادفتنا جهة رفضت بيعنا سلاح، وكانت دائما لدينا حاجات عملياتية وخطوة تسبق الجميع. وهكذا تطورت الصناعات العسكرية الإسرائيلية بدءا من الإبداع والمرونة والسرعة وتجربة مؤلمة في ميدان القتال، وهذا هو السبب الذي يدفع الجميع لشراء السلاح من الإسرائيليين. זו בדיוק הסיבה שכולם באים לקנות מהישראלים. في مسألة الأقمار الصناعية لم نحصل على منصات إطلاق من الآخرين، فأنتجنا منصات صغيرة وبعد ذلك صنعنا منصات زنتها تتراوح بين 250 إلى 350 كيلوغراما. بعد كل ذلك أصبح الرواد في مجال منصات إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة. قائد سلاح الجو الأسبق ومدير عام وزير الأمن والسفير في واشنطن ديفيد عيفري يرافق منظومة الأمن والصناعات العسكرية منذ 70 عاما. فقط بعد عام 91 بعد إطلاق صواريخ الحسين العراقية على تل أبيب وحيفا وبعد حرب الخليج، بدأنا للمرة الأولى للحديث عن مسألة صاروخ يعترض صاروخا. الناس تعتقد أن ذلك غير ممكن. بالإمكان القول أن صاروخ حتس الذي بدأ تطويره عام 91 بعد حرب الخليج وهو جد القبة الحديدية. القبة الحديدية أثارت إعجاب العالم بأدائها وحلولها الذكية، ولم يكن شيئا مماثلا لها في تلك اللحظة. الدول وقفت في طابور لشرائها، وإسرائيل المحتاجة للمال لمواصلة تطويرها والتزود بها تعاونت معهم، سواء كانت تلك الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى من المحظور كشفها. بإمكانك العثور على الكثير من الدول، علاقاتنا الأمنية معها ممتازة والعلاقات الدبلوماسية والسياسية في مستوى منخفض. الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية هي بدأت العلاقات مع الهنود قبل الاعتراف الرسمي الهندي بإسرائيل، وهكذا جرى في قارات أخرى ودول قريبة وبعيدة وأسماء تظل سرية، وبعد ذلك جاءت هذه الصور. إسرائيل كهته إنوفيشن تكنولوجي ستارت أبس. عندما نقول إسرائيل نفكر في التطور التكنولوجي وستار أب والفضاء والزراعة، ونحن نعمل مع إسرائيل في مجال التكنولوجيا والفضاء. هم جميل سعزمان تك هر شتر مي سات جل سبته. The tunnel has a depth of about 90 feet. هل ظننتم أن هذه هي أنفاق غزة؟ إنها أنفاق حفرت على حدود الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، ومن هنا يتم تهريب المخدرات بكميات كبيرة، والولايات المتحدة تقف بلا حيلة أمام الظاهرة. وهذه أنفاق حفرت على حدود الهند والباكستان تستخدمها تنظيمات إرهابية للتسلل وتنفيذ هجمات. فجأة بتاتا يبشت. نحن هنا من أجل التعلم والتدريب والتعاون مع حليفتنا هنا في الميدان مع جيش الدفاع الإسرائيلي. الذي ألمح إليه الضابط الأمريكي هو ما يفعله الجميع، حيث يأتون للتعلم من التجربة التي راكمتها إسرائيل في غلاف غزة في مجال العثور على الأنفاق وتدميرها وتطوير منظومة تحت الأرض للكشف عن الأنفاق في عمق الأرض، وهي قدرة لا يملكها أحد. وهنا يوجد اندماج بين جيش يدرك حاجات وصناعات أمنية إبداعية تع
تعثر على حلول متميزة، والذي يجعل إسرائيل رائدة ويمنحها الجاذبية في سوق السلاح العالمي، وليس فقط منظومات سلاح وإنما خطط قتالية خاصة جرى تطويرها هنا، يتم تعلمها هنا وتطبقها جيوش كثيرة في العالم، بدءا من عمليات الاغتيال والإحباط الموضعي وقدرة طائرة بدون طيار على تعقب المطلوبين وتصفيتهم، وأيضا منظومة الدفاع متعددة الطبقات التي تواجه الصواريخ والقذائف التي تستهدف القطاع الأمني، وهي تعتبر تغيرا استراتيجيا يمنح الهدوء لمتخذي القرار. מאז האוזי אנטבה והמאבטחים החסונים منذ رشاش العوزي في عملية عنيتيبي والحرس الأقوياء، أصبحت إسرائيل رائدة في مجال الحراسة وتقديم الاستشارات الأمنية في مجال محاربة الإرهاب. أنا أعتقد أن شيئا ما في المعرفة والعلم الإسرائيلي القادر على ابتكار نفسه مجددا والربط بين العنصر البشري الذي يجب أن يكون القيمة العليا في أي حادث مع التكنولوجيا المتقدمة، ويأتي الإسرائيلي ويردم هذه الهوة بواسطة المعرفة، وهذا ما يجلب القيمة المضافة في العالم لما يقدمه السوق الإسرائيلي، وهذا في الواقع يعني التواصل مع الزبون بمستوى يدرك فيه أن الأشخاص الذي يقف أمامهم يدركون حاجته بالضبط. من كل أرجاء العالم يأتون للتعلم من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، سواء من الشرطة أو سلطة الحرب الإلكترونية أو المخابرات الشباك أو الجيش في كيفية مواجهة الإرهاب الذي لا يتوقف. هذه غرفة المرافقة وأقيمت عام 2006 عشية عقد المونديال، ولدينا 60 كاميرا أمنية في الداخل والخارج. شركات إسرائيلية تقدم استشارات لدول ومنظمات حول كيفية حراسة المطارات والموانئ والمدن وفعاليات رياضية وثقافية في العالم. نحن نتطلع دائما إلى المحاولة لتحسين منتجاتنا، ولذلك نتوجه إلى الشركات الإسرائيلية الأمنية. لنأخذ مونديال عام 2016 دفعنا بصفتنا شركة خاصة ثمنا باهظا جدا، استهدفتنا حركة مقاطعة إسرائيل الBDS، ونجحنا في إدارة الألعاب والنجاح بها. على كتفاهم شل يوتشي سوغيموتو على عاتق يوتشي سوغيموتو ملقاة الآن مهمة أن تجرى الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد عامين بسلام، ومن أجل ذلك جند الإسرائيليين. لشم كخ وجيس ات الإسرائيليين. أنا أعرف إسرائيل هي الدولة الأكثر تطورا في سوق الأمن والحراسة. شركة IDS ورجال آخرين عرضوا عليه منتجاتهم وخدماتهم في عدة مناسبات وحتى أثناء الألعاب في ريو. كان أمرا مثيرا عندما شاهدت التكنولوجيا الأكثر تقدما التي تصل من إسرائيل، خصوصا منظومة كيولارك التي سنستخدمها في المدينة الأولمبية. اسم إسرائيل يفتح الأبواب في العالم، ثمة تقدير واحترام كبير للمعرفة الإسرائيلية في مجال الأمن. مئات الشركات الأمنية وأكثر من 140 ألف عامل، إنها قطار تكنولوجي تقوده شركات الهايتك الإسرائيلية. بهذا يصل برنامج الضواء على الإعلام الإسرائيلي إلى نهايته. هذه تحيات أنس أبو عرقوب في الإعداد والتقديم، ومحمد قديمات في الإخراج. إلى اللقاء.